لا خذ بوك. استنادا على معلومات مؤكدة واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسرقين عن وجود مستودعات مخصصة لتكرير ورسكرة البلاستيك بإحدى المزارع مزرعة مراح عبد القادر بلدية مسرقين ولاية وهران، على إثر هذا تم تشكيل دورية والاستعانة بأفراد فرقة الأمن والتحري بمسرقين، تم التنقل إلى عين المكان المتمثل في 3 مستودعات واستيفاء جميع الإجراءات القانونية. عاينا أن المستودعات تحتوي على 19 طن من مادة البلاستيك وعدة آلات للصهر وتدقيق البلاستيك وآلات أخرى لغسل البلاستيك. بعد الاستفسار مع مالك المستودعات تبين لنا أنه لا يملك على أي وثائق تسمح له بمزاولة هذا النشاط، على إثر هذا تم رفع ضده عدة مخالفات أبرزها ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري، عدم تعليق اللافتة الإشهارية، استغلال منشأة لمعالجة النفايات دون التقيد بأحكام القانون، عدم امتلاك رخصة اقتناء المواد الخطيرة، انعدام الوسم التجاري، اقتناء تجهيزات حساسة، عدم اكتتاب تأمين يفصل المسؤولية المدنية والمهنية اتجاه المستخدمين والغير. فور الانتهاء من التحقيق سيتم إعداد ملف قضائي وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.